بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. الحقيقة الكام سنة اللي فاتوا اتكلمنا كتير قوي عن تحديات وأزمات اتفرضت علينا، تحديات ليها علاقة بالوضع الداخلي بداية من 7-8 سنين، وبعدين تحديات وأزمات بتواجه العالم وإحنا جزء منها، أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي نفس الوقت وإنت بتتعامل مع هذه التحديات والمشاكل ما وقفتش بتشتغل مشاريع بتسابق الزمن، عايز انك تخفف العبء عن المواطن المصري وعايز ان هو يحس بثمار التنمية ويحس ان حاله تحول بالفعل لحياة كريمة. في وسط كل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة بنتابع مشروع مهم ليه علاقة بالامن القومي، لان الازمة اللي بتواجه العالم دلوقتي هي ازمة طاقة وسلاسل امداد وازمة غذاء، فازاي انك برضو تقدر تلبي احتياجات شعبك، تقدر انك تتعامل مع الظروف الحالية. البعد السياسي كمان، الازمات السياسية واللي بتواجه منطقتنا ودور مصر المحوري فيها، ويمكن مؤخرا كنا بنتكلم على الأزمة الليبية وقبلها الأزمة اليمنية ولقاءين مهم للرئيس متعلق بهذا الملف. فحقيقة أنا مش عايزة أطول في المقدمة كتير لأن في كلام كتير ومهم عن تحديات سياسية واقتصادية وجهد وشغل بتقوم بيه الدولة المصرية وإيه المطلوب في الوقت الحالي. ده هيكون مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في الحياة اليوم، سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مشرفنا يا سيادة العميد، مساء الخير. أهلا بحضرتك. أهلا. في البداية لما تصحى النهاردة الصبح وتشوف مشروع وشغل وحديث عن أزمات اتفرضت علينا لكن احنا في نفس الوقت بنحاول نشتغل ونعوض، زي ما حضرتك قلتي بالظبط فعلا، وهقتبس من كلامك في المقدمة المهمة دي، الحقيقة ان رغم التحديات الصعبة اللي بيمر بها العالم ما كناش احنا واقفين هنا في مصر. النهارده لو بنتكلم النهاردة الصبح بشكل سريع، احنا كنا قدام تنمية لثروة مصر، مشروعات بتنمي الثروة الكلية للدولة المصرية وللشعب المصري، نفس النسق تقريبا مع مزارع مستقبل مصر وتنمية القمح. والنهاردة السيد الرئيس بيوجه شكر وتقدير للمزارعين اللي وردوا القمح واللي قدروا ان هم يحققوا ما كنا نطمح ليه من عقود طويلة، وهو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية. النهاردة برضو في مشروع ليه علاقة بالأمن الغذائي، وهذا المصطلح النهاردة أصبح يحتل مساحة كبيرة جدا من الاهتمام العالمي. وده هياخدنا، معلش أسف على المقاطعة، لكن لازم نطلع لفاصل لرسائل الرئيس النهاردة لما اتكلم عن اللي بيحصل في العالم والتضخم والغلاء وإيه اللي بيحصل عندنا وإزاي بنحاول نواجه ده. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع سيادة العميد خالد عكاشة. بجد تحياتي لسيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم في حديث له علاقة بالوضع العالمي وهنا في مصر بنعمل ايه والازمات اللي اتفرضت علينا. سيادة العميد، كنا قبل الفاصل بنتكلم على مشروع الانتاج الحيواني اللي تم افتتاحه النهاردة، ودايما بتبقى فرصة ان سيادة الرئيس خلال الافتتاحات يصارح الرأي العام ويكشفه احنا وضعنا ايه، بنعمل ايه عن الغلاء والتضخم مثلا في دول اوروبا واحنا منها فين، وارتفاع اسعار الطاقة، وعلى الرغم من كده هنتم تأجيل زيادة كهرباء يعني للمرة الثالثة. ده اهميته ايه وشايفه ازاي كمان بالنسبة للمواطن؟ يعني حديث شفاف كما اعتدنا من القيادة السياسية. رئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث مع المواطنين، ربما صحبة السادة الوزراء اعضاء الحكومة التنفيذيين، بيتكلم بشفافية حوالين ما يتعرض له العالم واللي مش خافي عن حد. الحياة كافة المراقبين وكافة المؤشرات الاقتصادية الدولية كل يوم بتطلع وبتقول لنا على حجم الضغوط الاقتصادية اللي بيتعرض ليها العالم. أزمة ما هياش بسيطة، أزمة مركبة معقدة ليها علاقة وطيدة طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية، لكن ليها أيضا علاقة بما سبقها من تحديات وهي جائحة كورونا، لأن كورونا استمرت سنتين، وأن العالم يدخل في أزمة دولية من هذا النوع قبل التعافي من أزمة كورونا، ده اللي جعل الحقيقة الأزمة تبقى بهذا القدر من التعقيد وتضغط بشكل كبير جدا على اقتصاديات ضخمة وقوية زي ألمانيا، فرنسا، دول أوروبا الغربية كلها، تصل للولايات المتحدة الأمريكية، نقص سلع، ارتفاع أسعار. من أيام قليلة كل وسائل الإعلام الأمريكية بتتحدث عن لأول مرة في التاريخ منذ اكتشاف البترول برميل الطاقة، جالون البنزين يعني بيقصدوه بيرتفع إلى ما يتجاوز 5 دولار، وده حاجة تاريخية بالنسبة لهم.
بيقولوا من أول اكتشاف البترول احنا عمرنا في تاريخنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما كان جالون البنزين بيعدي الخمسة أو ما وصلش. بس الدول دي اللي عملت دعم ولا مساندة؟ دلوقتي لما نتكلم على أن الغاز اللي بيستخدم في محطات الكهرباء يزيد 4-5 أضعاف والكهرباء ما تتحركش، اللي هو القرار اللي قاله النهاردة سيادة الرئيس. ما هو هنا بقى نرجع للرسائل، الحياة رسائل طمأنة ورسائل بتعكس سياسة وفلسفة الإدارة المصرية وفلسفة الحكم اللي القيادة السياسية بتشتغل عليها منذ الأزمة الأولى في 2020. إن أولا الدولة زي ما قلنا النهاردة في المشروع دوت بتنمي من ثروتها، بتشتغل على ثروتها وعلى إمكانياتها، بتستدعي الأمن الغذائي، تستدعي القطاع الخاص وبتفتح له المجالات. النهاردة بيشيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير جدا في رفع الثروة المصرية، لأن احنا عايزين قدر من الاعتمادية أكثر مما كان عليه الوضع قبل هذه الأزمات. ده أول الدروس المستفادة من هذه الأزمة واللي بتشتغل عليها دول العالم أو الدول اللي منتبهة واللي عندها مشاريع تنمية كبرى زي المشروع الوطني المصري. إنها اكتشفت إن من دون الاعتماد الذاتي على النفس لا، أصبح النهاردة مسألة الاستيراد والتصدير والشراكات التجارية الكبرى، وده كان الملمح العادي للعالم والملمح المستقر، لا النهاردة أصبح بيتعثر وبيضرب بشكل كبير. دولة في وسط هذا الاضطراب واعية جدا جدا بالمواطن، تحاول بكل الوسائل وبكل الطرق انها تخفف عليه فاتورة المعيشة وفاتورة الانفاق. النهاردة السيد الرئيس بيتدخل في احد البنود المهمة للأسر وللبيوت المصرية بتأجيل ارتفاع او رفع أسعار الكهرباء، رغم أن على النقيض بقى أن أسعار الطاقة اللي هي بتولد الكهرباء ارتفعت 4 أضعاف. وده مرتبط بالسلع والخدمات وغلاء المعيشة بشكل عام. كل حاجة هنا دي حاجات اتفرضت علينا فرضا وأزمات مفاجأة ما استعدش ليها العالم. ويمكن كنا وقت الفاصل أنا وسيادة العميد بنتكلم أنه كان الاقتصاد المصري ماشي بسرعة الصاروخ الحمد لله، وإشادات من المجتمع الدولي ومؤسسات دولية وتوقعات بأنه هيكون الأفضل يعني على مستوى المنطقة والإقليم. دلوقتي احنا تحملنا فاتورة 25 مليار دولار تقريبا يعني نتيجة لهذه الأزمة. صحيح. فالحديث بقى عن تحركات والعالم سيادة العميد يعني الخريطة بتتغير سياسيا واقتصاديا. فدلوقتي التكتلات والتحالفات، ومن أيام أو من فترة بسيطة كنا بنتكلم عن شراكة تكاملية صناعية ما بين مصر والإمارات والأردن. التوجه العربي والتحالفات العربية والتكتلات العربية أهميتها وحاجتنا ليها في الوقت الحالي. احنا اصلا مؤمنين بهذا يعني بهذه العقيدة ربما منذ 2014. وشفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيصيغ علاقة جديدة متطورة حديثة في دايرتين هما الأهم بالنسبة لنا الحقيقة، دايرة الأشقاء العرب والدول الخليجية والدول العربية والمشرق العربي كله والدايرة الأفريقية. الاثنين دول كان واضح جدا طوال الثمان سنوات الماضية ان في سياسة مصرية جديدة وفي رؤية جديدة وفي انفتاح بشكل كبير جدا وفي رغبة في الشراكة باعتبارنا شركاء مصير حقيقي. ايا كانت اختلاف الاوضاع في اي من بلداننا، لكن احنا قدام التحديات احنا بنتشارك قدام ده. احنا حاربنا الارهاب مع بعض، مصر حاربت الارهاب نيابة عن المنطقة كلها، ده كان احد التحديات الامنية الكبيرة جدا، اتكلمنا مع حضرتك في ده كتير خلال السنوات الماضية في ظروف استثنائية كان بيمر بيها الاقليم كله. حضرتك النهاردة في المقدمة اشرتي للجهد المصري مثلا في ليبيا، مصر بذلت جهد على مدار سنوات، النهارده بتتلقى اشاده من الامم المتحده. صحيح. والامم المتحده بتطلع بتشيد بالدور المصري وبتثني عليه وبتشكر مصر على جهود، مش بس على الجوله اللي على وشك الانعقاد وهو المسار الدستوري، بتشكرها على مجمل سنوات طويله. وبتتبنى نفس وجهه النظر المصريه في التعامل مع الازمه، الحل السياسي، الاعلاء المصلحه الوطنيه، بالزبط. نفس المنظور المصري. بالظبط، والثناء جاي كده، الثناء لان اكتشفت ان رؤيتك كانت صائبه، ان الدوله دي الدوله بذلت من الجهد والوقت والدعم بدايه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولا الى اقل مسؤول او اصغر مسؤول، الجميع كان بيشتغل باقصى طاقته من اجل دعم الاشقاء. الرئيس بنفسه بيقف
في لحظة فارقة من تاريخ ليبيا علشان يضع مجموعة من الخطوط الحمراء يحمي بيها الشعب الليبي وأمن الشعب الليبي. الكلام ده كله الحقيقة بيعكس إيماننا وعقيدة الدولة المصرية، عقيدة نظامها السياسي بشراكتها مع دول الإقليم، لأن فعلا من المهم جدا أن دول الإقليم جميعها يبقى فيها حالة استقرار. احنا مؤمنين ان مفيش استقرار هيحدث الا عندما يحدث في كل دايرتنا العربية، ولذلك جاءت الشراكة المميزة ما بين مصر والامارات والاردن، كان قبلها مصر والاردن والعراق ايضا. تعميق وتطوير حجم التشارك من اجل الاستثمار، الصناعة، التبادل التجاري، الاعتماد على النفس اللي احنا كنا بنتكلم عليه، مش اعتماد ذاتي على مصر فقط لكن مع دوائر اكثر ارتباطا بينا، هو ده نعمل تكتلات اقليمية نستطيع بها ان احنا نجابه التحديات. كنا بنقول سيادة العميد ليه ما تبقاش الدول العربية زي الاتحاد الاوروبي، تنسيق على المستوى السياسي لكن يكون في مصير مشترك ومصالح مشتركة، والشق الاقتصادي ده هو اللي بيعمق اللي احنا بنتكلم فيه. ده صحيح، انت بتخلقي مصالح مشتركة، بتعطي الميزات النوعية للدول بتحطها وبتتكامل مع بعضها البعض. لو الإمارات لديها فائض مالي أو محافظ استثمارية، هنا في مصر في صناعة وفي خبرات وأيدي عاملة وفي ميزة نسبية لكل أسواق. صحيح، سوق واعد وسوق يعني قوي جدا يحتمل إن هو يطلع بالمنتجات العربية دي إلى أفق ممتد وإلى قوة اقتصادية حقيقية. ده الشغل الحقيقة. الأردن لما دخلت في هذا الأمر لديها من التقنيات التكنولوجية والخبرات المتراكمة في بعض من النشاطات الصناعية والسلعية، ده اللي خلى الأفكار تتلاقى زي ما بيقول، ومثلث ثلاثي الأضلاع ايضا مفتوح لاستقبال دول عربية اخرى تخش معانا كشركاء ما التجربة دي تنجح، وتوطين الصناعة بأعلى درجات التكنولوجيا وبجودة عالمية من الممكن ان دول اخرى عربية انها تخش معانا في هذه الشراكات. دي لغة العصر النهاردة الحقيقة. ده عربيا، حضرتك قلتوا افريقيا، كنا من ايام بالزبط. برضو الدعوة وطبعا صناعة الدواء، وده امن قومي كمان في حد ذاته مع الاشقاء الافارقة. يعني الحقيقة يعني لم يبخل بالضبط، لم تبخل القيادة السياسية ولا الدولة المصرية الحقيقة برضو من قبل الازمات. يعني كلنا نتذكر العامين اللي كانت مصر فيها رئيسة الاتحاد الافريقي، نقلت الاتحاد الافريقي ونقلت شراكتنا مع الدول الافريقيه نقله هائله. قلنا التجاره الحره القاريه، البنيه التحتيه، بالظبط كده، وربط للقاره الافريقيه بكل المصالح الدوليه وشراكات مع الصين، مع اليابان، مع الاتحاد الاوروبي، مع انجلترا، اتفاقات بينيه ما بين مصر وبين معظم دول القاره، مد يد مصر ونقل الخبرات المصرية في بناء السدود والمشاريع المائية وإدارة المياه ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات اللي مصر بدأتها حتى من قبل الأزمة، لأن أيضا كانت معبرة عن عقيدة الدولة، إن الدولة شعرة إن مصيرنا المشترك جوه القارة برضو أولا يحقق لنا فرص ويعطي مصر مكانة هي تستحقها في القارة، وتحقق مصالح للدولة المصرية وللمواطن المصري. لما يبقى هو ده الفضاء اللي بيتحرك فيه، لا يبقى قادر فعلا ان هو يجابه، والمؤشرات الاقتصادية اللي حضرتك كنت بتشيري ليها كانت فعلا بتصف الاقتصاد المصري في العام 2018 و2019 بانه من اقوى الاقتصادات الواعدة. ان شاء الله هنرجع للمؤشرات ديت رغم ان الازمة مستحكمة على المستوى الدولي، لكن احنا بمجرد انتهاء هذه الازمة او هذه الموجة، انا على المستوى الشخصي وكتير من الاقتصاديين بيأيدوني في ده، ان احنا بمجرد انتهاء هذه الموجة الضاغطة على دول العالم، الدول اللي كانت بتشتغل بشكل منهجي وعلى خطط استراتيجية قوية وكانت واخدة هذه المؤشرات الإيجابية هتستعيد مرة أخرى هذا الزخم، وهنرجع نعوض سنين الأزمة دي إن شاء الله في المستقبل. لما بنقول يبقى التحركات وفقا لخطة مدروسة استراتيجية استباق للأمور، ويمكن احنا في أزمات لكن الحمد لله يعني توفيق من عند ربنا، وإن في رؤية عند الدولة المصرية اشتغلت في كتير من الملفات منها الغاز،
واحنا يعني حرب غاز وطاقة. حرب طاقة. حرب طاقة فعلا. وإن دلوقتي الحديث عن القاهرة وأوروبا وتصدير الغاز ويكون مركز ثقل كمان في المنطقة والإقليم. دي نقطة مضيئة مع التحديات اللي بنتكلم فيها، استعدادنا ليها برضو من ترسيم الحدود من الاستكشافات، الكلام ده كله ازاي وصلنا للنقطة اللي بنتكلم فيها النهاردة؟ وصلنا لان احنا كان عندنا خطة استراتيجية لمشروع وطني عملاق بيشتغل على كل المستويات، كان حاطط ملف الطاقة في اول اولوياته. الاهم فيه الغاز باعتبار ان هو وقود المستقبل قبل ما كنا يعني نصل الى حرب روسيا واوكرانيا اللي البعض بيصفها بان هي حرب غاز في الاساس. قبل ما تبقى حرب على الارض او عسكري بيقولوا ان هو ده تنافس على الغاز وده محاولة لتقييد القدرات الروسية من الاستحواذ على المقدرات الاوروبية بالسيطرة عليهم من خلال سلاح الغاز. كل دي تفسيرات اوروبية امريكية روسية بيوصفوا الحرب اللي بتشتغل دلوقتي. مصر كانت بتشتغل على الملف ده مبكر. سيادة العميد انا اسفه على مقاطعه حضرتك، لكن يعني عندنا معلومه ان في دلوقتي لقاء هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الكتاب والصحفيين والاعلاميين بشكل عام، كان على هامش طبعا الافتتاح اللي تم النهارده، فرصه مهمه واحنا بنتكلم مع سيادة العميد عن امور كتيره ممكن تكون في ذهن المواطن المصري، ايه اللي بيحصل في العالم، ايه اللي بيحصل عندنا، اجابه عن هذه التساؤلات هنتابعها طبعا مع اللقاء اللي هنشوفه دلوقتي. طبعا كل الشكر تحيل حضرتك يا سياده العميد. نروح ونتابع هذا اللقاء ويعني نشوفكم دايما يا رب على كل خير.